الطبي وجدة. كنعبر الصخة ديالي لا انا لا الزملاء نتاعي اللي هما معايا في نفس البروموسيون على داكشي اللي وقع البارح للاخوان تاعنا بمدينه الرباط اللي كانت غادي تكون كان غادي يكون اعتصام سلمي بلوتوريزاسيون بكل شيء اللي تحول في لحظه ما عرفوش كي داروا خرجوا لهم البوليس من كاع لي كوتي زعما بدون حق بدون حتى شي حاجه ضربوهم تعدوا على الاباء كانوا مجموعه من الاعتقالات ودابا في هذه اللحظه تم اعتقال منسق وطني بمدينه الرباط واربعه اخرين في مدينه الرباط وفي بزاف المدن اخرى ما عرفناش هادشي علاش كيصرى ماشي غير من دابا هذه 10 تاع الاشهر والوزاره انها كترفض الرفض التام انها تجلس مع الطلبه ولقاو حل وسط ونحلوهم حنا ما اوني با دي كريمينال حنا اوني دي ميدسان باغيين اون بون فورماسيون كنقلبوا غير على فورماسيون ديالنا حيت الا تفورمينا حنا مزيان غادي نقدموا دي سوان مزيانين للمواطنين غادي نزيدوا بالمغرب القدام ولكن مالوغوزمون هادشي كيزيد غير كيشجعك على الهجره وكتصدم انك فاش كتجلس مع الوزاره بزاف نتاع لي ريونيون كيقول لك حنا بغينا لي ميدسان يجلسوا ولا ميدسان كتعاملهم بهذه الطريقه كي بغيتوا انهم هادشي يسخط عليك ما تيسخط على البلاد وما غاتش انه يقرر يمشي للخارج ويخليك بوغتون كنت حاط عليه الزباب ديال الفلوس نشدوا الوجهات المعنيه انهم يلقاو لنا حل ونساليو هاد 10 اشهر من لحقاش الطلبه عانوا فيها نفسيا وجسديا وهاد لي ساكيل غادي يبقاو معاهم حياتهم كامله. السلام عليكم معكم معتز قربيش طالب كليه الطب والصيدله طالب كليه الطب والصيدله بموقع وجده كيف ما كتشوفوا اليوم جينا نلبيو نداء للجنه الوطنيه للاطباء المقيمين بمركز الاستشفاء محمد السادس وهذه الوقفه هذه جينا نعبروا فيها على السخط ديالنا والغضب ديالنا تجاه داكشي اللي تعرضوا ليه الزملاء ديالنا البارح الحدث اللي تبنيناه اللي هو 25 غشت الحدث اللي ولا فيه طبيب المستقبل كياكل العصا طبيب اللي كانت الدوله فوق ما كتحتاجه في كورونا في كوفيد كانت كتلقاهم هما الاولى في الزلزال ديال الحوز كان ديما كتلقى هاد الاطباء اللي هما اطباء المستقبل هما اللي هازين البلاد عوض ما تشوفوا هاد الاطباء في المراكز الاستشفائيه وفي المدرجات ديالهم ولينا كنشوفوهم مليوحين في الشارع مليوحين في الشارع وكيتعرضوا للتعنيف وهذا الشيء كامل كنحمل انا وزير التعليم
وزير التعليم العالي السي المراوي هو اللي مسؤول على هذا الشيء اللي رحنا فيه، هو اللي مسؤول على هذه المقاطعه اللي دازت اكثر من 9 اشهر. حتى نساء وتوليد هنا جينا كننوبوا على الطب المقيمين في سي اشو ديال وجده، كنعبروا على الاستياء ديالنا على التعسف اللي طرا البارح في الرباط. داكشي اللي طرا البارح راه سي انادميسيبل، باش الاطباء قراو 6 سنين 7 سنين باش التالي ياكلوا العصاره، هذا الشيء راه وصلنا ليه صراحه ماشي وقع هو هذاك. ابخي سينو راه الطلبه اصلا حتى واحد منهم دابا نجبدوهم، حتى واحد منهم ما باغي يجلس في داره، كلشي باغي يرجع يقرا. ديجا 9 موا راه ماشي غير يدخلوا في ديبريسيون، راه غير ربي اللي علم بهم. دونك كنتمنى يكون هذا الشيء، كنتمنى هذا الشيء يسالي مزيان. مروان بكار رئيس مجلس طلبة الطب والصيدلة بوجدة، اليوم كانت واجدوا بوقفة احتجاجية أخرى بعد 10 أشهر من المقاطعة، كانت واجدوا بجانب الأطباء الداخليين والمقيمين بالمستشفى الجامعي بوجدة، وقفة لتعبير التضامن ديالنا مع طلبة ديال الطب والصيدلة بالرباط اللي تعرضوا لواحد القمع همجي وواحد التدخلات همجية اللي لم نرى لها مثيل. طلبة اللي المكان ديالهم هو المدرجات، البارح تواجدوا بشوارع الرباط عاصمة الشكوى والمظالم، تواجدوا في المخافر ديال الشرطة. عمرنا كنتسناو أن الطبيب الغد غيكون معتقل وغيعتقلوا أكثر من 15 طبيب، ما يمكنناش وعمرنا كنا كنتخيلوا أننا غنشوفوا طبيب الغد هو اللي كيداوى بلاص ما هو اللي كيداوي. طبيب الغد الدماء ديالو سالت، شفنا البارح طبيب الغد كيتعذب في الزنقة، شفنا ضرب ديال الاباء من طرف ديال القوات الامنيه، حاجه اللي لا ما عمرنا شفنا لها مثيل، خصوصا طبيب الغد اللي هو اللي كيعتبروه المستقبل ديال بلد الحبيب ديالنا. اليوم جينا باش نعبروا على التضامن ديالنا المبدئي ولا مشروط مع الطلبه هادو، جينا باش نعبروا على التشبث ديالنا بالملف المطلبي ديالنا بالمطالب ديالنا اللي هي عادله ومشروعه واللي كتخدم صحه المواطن ومصلحه المواطن، وباش نعبروا على التشبث ديالنا بالمكاتب ديالنا وبالموقوفين ديالنا. بالنسبه للقرار ديال مؤسسه الوسيط وبالنسبه للمحضر ديال التسويه اللي كان تقترح علينا، فالطلبه صوتوا عليه تم رفضوه للاسف بنسبه 80%. ولماذا تم رفضوه؟ هذا لان داك الشيء اللي كان فيه لا يعلو المتطلبات الطلبه، الطلبه ديما كيقولوها في الشعارات ديالهم طالب يريد التكوين في 7 سنين، حيتاش ما يمكنش اننا نساوموا بالصحه ديال المواطن، طالب ما يمكنش انه يقبل ان التكوين ديالو يتضرر، ما يمكنش انه يقبل ان الزميل الممثل ديالو يتطرد وما يرجعش، ما يمكنش له ان يقبل ان حتى الظروف باش يرجع لموداليتي دو بريز ما يتلقاهمش، اذا فهادو كانوا كاع عوامل في انه يترفض المحضر ديال التسويه. بالنسبه للطلبه المطرودين فهم التجؤوا للقضاء، انا واحد منهم، باقيين عاد كنتسناو واحد الحل، باقيين كنتسناو عقول رشيده انها تدخل في الملف ديالنا حنا المطرودين، حيتاش لا يعقل ان دابا ازيد من 6 شهور حنا مطرودين، مازال ما كاينش حكم، مازال باقي كنتسناو ما عارفينش المستقبل ديالنا، حنا واحد النهار كنا كنحلموا نوليو طباء، حتى حنا بغينا نفرحوا والدينا، حتى حنا تعذبنا باش جبنا الكونكور ميديسين، ولكن تم طردونا، طرد تعسفي